السلام عليكم. فيديو جديد مع القطة تاعي خاوتي. هذا فيديو سبيسيال للفيديو تاع انقاذ القطة اللي راح للعالمية. اليوم راح نحكي لكم على الكواليس تاعو. والله واش قالوا بشبوشي. هيا روح. يلا ابداوا معانا. قبل ما نبداو ليكيب اهبط حاسبوني بهذا الفيديو 5000 لايك. خاطرش كل ما ديروا لي جيم كل ما فيديو يزيد يضرب. هذه سياسة جديدة دارها اليوتيوب. ما معجبك الفيديو نورمال دير جادور اخي. منا وجينا راح نخدم لك فيديو يعجبك باذن الله تعالى. اي نونغاجو يلا كيما على بالكم ليكيب الفيديو دار ضجه كبيره في العالم خاوتي. يعني ملي كومونتير كفايه فرات لانه الفيديو الحق على جميع مواقع التواصل الاجتماعي 10 مليون مشاهده خاوتي. يعني يقولوا له كومونتو اباك لحقوا حتى الصهاينه لعنهم الله يكومونتو عليا. مرخص ما تكومونتي ليش يا اخي ما نسحقكش كومونتي لي يا سيدي. ابدا تروح ما تكومونتي ليش. انا خاصني المسلمين خاصني ناس محترمه. ثم اصلا ما عندكمش الحق باش تكومونتو لي نتوما كاع لعنكم الله. المهم كما كنت نقول لي ما شافش الفيديو خاوتي راه يقول طيب انا مره يهضر هذا واش من فيديو يهضر عليه. ها هنا الفيديو خاوتي نتفرجوا مع بعضنا ومن بعد نديروا رياكشن عليه ونحكي لكم على الكواليس. طلعت على 3 تاع الصباح نلقى 7 كلاب ياكلوا في قطه ويعذبوا فيها تعذاب. وهنا عرفت بلي ربي سبحانه سخرني باش ننقذ القطه الدوزيان. وهنا الراجل المسكين ضريب كي على القطة تاعي مات. ولكن القطة الدوزيام الحمد لله انقذناها في الدقيقة 90. مسكينة فلقوها على بالك لا تسلك ان شاء الله باذن الله تعالى تريح. ما صار المهم هذا هو الفيديو خاوتي. اليوم راني راح نهضر على المنتقدين لانه في بعض الكومنتير خاوتي منهم قور منهم عرب من السعودية من الخليج قالوا لي طيب قطة الأولى قاعد تصور فيها العوضة تصور فيها تروح تنقذها ما تجيش تصورها لنا. خاوتي هنا ظلمتوني. الفيديو الأول مانيش أنا اللي صورته خاوتي صوروا صاحبي اللي هو مهدي. حي بهذه المناسبة دوك تدخل معايا في الفيديو وتشوف هو اللي قاعد يصور. أنا كنت راكب في شمبرتي مصطالي في سابع نوم كنت نحن بالزوجة تاعي المستقبلية خاوتي. إذا يخرج لي مهدي قال واش طيب قال لي القطة قلت واش من قطة قال لي راها قطة تحموا فيها 7 كلاب. قلت له قول والله ما تمسخرش ونخرج عريان خاوتي. تجي لبست قضيب وانك تجي نرقد عريان خاوتي. لبست الديبوردر ونطرطق ترتك 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 نهزل في الروطوار ونلحق عبالك باللي شقول لهذيك كاع واش كاين. لحقت القطب الشمالي خاوتي ونضرب ذاك الكلب في الراس كسمته على 10 ديريكت قاصني ديك القطه. هيا في ذيك دقيقه خاوتي مهدي صور تسمى عدوا قال له بدي نصور طيب صورني قال لي انا درت لك فيديو. قلت له تسمى اصبر تشوف هذا الفيديو مادامك صورته لي دوك نصور الجريه تاعي كي خرجت من الشومره نحاول نخدموا لها فيديو منها ننصروا للناس انه انقذوا القطط. نعطيكم المعلومه خاوتي من الاخر جيب لكم هذه المعلومه. المعلومه الكلب ما ياكلش القط خاوتي. ميم يعود جيعان ما ياكلوش. الكلب يقتل القط. ما ياكلوش خاوتي. يقتل شكاره كيماك يتمنكر فيه. كون جا هذا الكلب جيعان وحاب ياكل انا ما ندخلش باسكو طبيعه دايره كيماك خاوتي. راك فاهم؟ كيما بعض البنات الفيمينيزم والنباتيين. ديجا تو دخلك تنقذ القط نتاعي الطبيعه خليت سليمه سرا انت ثانيك يخرجوا فيك 7 كلاب وياكلوك انا تجي تقولي لي هسلكني نقول لك لا الطبيعه طبيعه لها ندخل روحي انا كلاب حابين ياكلوك الطبيعه جيعانين راك فاهم ما تمسخريش بينا بتنا. وقت تكون الطبيعه كي تكون في الغابه وهجموا كلاب على قطوطه ثم ما ندخلش لانه الطبيعه ما جدرها. من احيا نفسه فقد احيا الناس جميعا هذه ربي سبحانه قالها ما قلتهاش انايا راك فاهم. وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذه المهم اللي سقسي على القطه خاوتي. القطه نص صباح لقيتها ميته لان صارت على 3 تاع الصباح خاوتي تسمى ما كانش بيطاري فاتح وما نعرفش بيطاري. الموقع تاع الحادثه ما صارتش في لاقواط خاوتي صارت في الجي في دراريا. تسمى انا هنا جديد في الجزائر ما نعرفش بيطاري ولا عرفت 3 تاع الصباح ما عندكش تدير. ثم دعيت ربي سبحانه وتعالى انا وفرت لها الماء وفرت لها شويه ماكله واصلا ماكلت جي اصلا عضتني منها وينها خاوتي. من بعد نوريكم فيديو اللي عضتني هنايا تسمى ما كانش كيفاه. القطه مادام عضوها كلاب والكلاب هذو شغل تاع برا تسمى يكونوا مكلوبين راح تعديك بداء الكلب نولي مكلوب راك فاهم. انا اصلا مكلوب زيد تعضني هي نولي مكلوب اكثر راك فاهم فهمتني. وحاولوا انكم ما تنتقدوش. واحد قاوري وش ريبوندالي بالقاوريه انا ما عرفتش نقرا القاوريه قراها صاحبي عذرا قراها صاحبي قال له هذو داروا فيلم هذو لموا كلاب وجابوا قطه ولحوها في وسطهم وقاعدين يصوروا فيها باش يصنع المشاهدات المحتوى. اخي باش نفهمك واحد العفسه نهضر لك على نفسي انا كانسان اصبر نحلك نواضر باش نحترمك. انا كانسان طيب بالعلم الحاج عزيز الانسان الضعيف اضعف رجل في العالم اللي هو انايا كون عيني في المشاهدات والشهره الكبيره جدا نخرج ابوال وندير المشاهدات نخرج نطيح في الفيديو. انا ما ناذيش حيوان خلق ربي سبحانه وتعالى ما ياذيش نروح ناذيه باش ندير المشاهدات. لا اخي
انا باش ندير مشاهدات كاين الف طريقه باش ندير مشاهدات غير شغل احسن من هذه باش ناذي حيوان راك فاهم. فيديو جاء عفوي لهذا انتشر انتشار واسع جدا الحمد لله بارطاجه في اكبر لي باج في السعوديه في قطر في فرنسا في بلجيكا في امريكا في الصين في حتى روسيا خاوتي الدليل في دي كومونتير تدخل الكومونتير وكاين ناس طاقوني في الاخر الحمد لله رساله وصلت انا ربي سخرني باش ننقذ هذيك القطه معليش القطه صبحت ميته ولكن انقذتها من العذاب اللي كانت راح تتعذب مع بالك عضه زوج خير من مني 70 عضه من الكلاب راك فاهم الحمد لله وهذا الفيديو ان شاء الله تتعلموا منه خاوتي كتولي القدره عندك باش تنقذ اي كائن في الدنيا ما تعد حشره تنقذها انقذها ما تبداش تكابر زعما انا وانا ما نقدرش لا لا وهذا الفيديو كنت تركزوا معاه مليح تفهموا مليح مليح خالتي ركز فيه مليح اللي القطة اللي هي فلسطين والكلاب هي إسرائيل وأنا عربي وحدي يبي لي قليلي هو صار لهم كماك خالتي تونقاجي فيهم تضربهم ضربة يتفرقوا وما يخلعوك بالإجمال اليهودي جاي كماك خالتي جاي كما الكلاب هذه المتشردة كيولو بوندو يتحماو بصح كي يلقاك توخر يجوا يجروا لك صح كي ترجع بكل شجاعة لهم يهربوا كيما هاك اليهود خاوتي حاول تفهمها باسكو قريت كومون تاع واحد الانسان فهمها قالوا نحن العرب كيما هاك كون هزين سلاح وانجاجينا فيهم يهربوا احنا لقونا باللي ساكنين نشوفوا في الاذى صاري كيما الفيديو الاول اللي شفتو تاع القطوطه شفنا باللي القطه تتكلم من عند الكلب بصح ما دخلناش قاعدين نشوفوا ونصوروا كيما رانا نديروا في السوشيال ميديا نصوروا في خوتنا في فلسطين يموتوا بصح احنا ما ندخلوا في رواحنا بصح كل واحد فينا ودوله من الدول العربيه انجاجات كل اليهود تفركتوا اليهود قوة تاعهم في شملهم خاوتي وحنا العرب تاعنا الضعف تاعنا احنا متفرقين خاوتي من الاخر هذه ماذا بكم تبارطاجوا الفيديو الى ابعد مستوى مهم هذا الفيديو حاسبونا ب 5000 لايك